حرائق مدوية، توقعات نارية جديدة تطلقها ليلى عبد اللطيف للدول العربية. برحب بحضراتكم معانا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة وخطيرة جدا من أهم توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة، التوقعات الجديدة اللي قالتها على قناتها على اليوتيوب. بفكرك سريعا اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم، ولو أنت جديد معانا يريد دلوقتي تشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. في توقعات النهاردة هتتكلم السيدة ليلى عبد اللطيف عن أهم توقعاتها بالنسبة لليبيا، وأيضا توقعاتها الخطيرة للمملكة العربية السعودية، وأيضا توقعاتها للعراق. بالنسبة لليبيا فإنني أرى أولا أن حكومة الرئيس فتحي باش آغا ستكون حكومة التعافي من الأزمة الليبية الحالية من أجل إيصال ليبيا إلى مرحلة الشفاء السياسي والأمني والاقتصادي، وسنسمع خلال المرحلة القادمة عن تقديم دعم سياسي داخلي وخارجي لحكومة باش آغا مع حصول مبادرات دولية تساند حكومة باش آغا للدخول إلى العاصمة طرابلس بشكل سلمي ومن دون قتال، حفاظا على الأرواح والممتلكات والعمل على إنهاء الحرب والمعاناة في طرابلس مهما كانت الصعوبات أو الظروف رجاء. وسوف تعمل حكومة باش آغا على جعل العاصمة طرابلس مدينة خالية من السلاح والمرتزقة والمسلحين بكل الوسائل الممكنة، وسنرى تعاطف واستقبال شعبي كبير يساند ويدعم حكومة الرئيس فتحي باش آغا في كل القرارات والإجراءات للدخول العاصمة طرابلس ومن أغلب الأطراف السياسية والشعبية في ليبيا، كما سنسمع الرئيس فتحي باش آغا يتعهد أمام الشعب الليبي بمحاربة الهدر المالي والفساد والسرقات والعمل بقوة على طرد جميع المرتزقة والغرباء على الأراضي الليبية. وبسبب كل هذه التطورات القادمة أرى الرئيس دبيبة يطلب من حكومة الرئيس باش آغا من خلال بعض الاتصالات والوسطاء أن يتم إيجاد مخرج سلمي لإنهاء هذه الأزمة الحكومية وتجنيب البلاد والعاصمة طرابلس المزيد من القتال وسفك الدماء، لأنني أرى أن بعض الدول التي كانت تدعم وتساند الرئيس دبيبة سوف تنسحب وتتخلى عنه في المرحلة القادمة بسبب الضغط الدولي والعربي لإنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا والتعامل مع حكومة وسلطة واحدة. وسوف تقوم حكومة الرئيس باش آغا بتقديم جميع التسهيلات الممكنة من أجل إنجاح المساعي أمام الحل السلمي لهذه الأزمة مع الرئيس دبيبة، ومن هذا المنطلق ستكون حكومة باش آغا هي صاحبة السلطة وهي الحاكم والوسيط الوحيد أمام طرح كل الحلول القادمة على الساحة الليبية. ولذلك أقول إن حكومة باش آغا هي التي ستربح وتنتصر في النهاية، وهي التي ستفتح أبواب السلم والاستقرار وإعادة ليبيا إلى الحضن العربي وإلى الواجهة الدولية بعد استعادة كامل الحقوق والسيادة المطلقة على كامل الأراضي الليبية. إن التطورات القادمة في ليبيا ستجعل اسم رئيس الوزراء فتحي باش آغا يحتل مساحة إعلامية بارزة وواسعة خلال الفترة القادمة وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي والعربي والدولي، وذلك من خلال الإنجازات السياسية الكبيرة لحكومة باش آغا. وأخيرا سوف يقوم البرلمان الليبي بتعديل جديد للدستور وإطلاق عملية الانتخابات الرئاسية بهدف انتخاب رئيس جديد في ليبيا، وأرى أن البداية في ليبيا ستكون من قلب العاصمة طرابلس التي أراها آمنة وخالية من السلاح والمسلحين، والنهاية ستكون بانتخاب الرئيس الليبي الجديد، وبين البداية والنهاية سيكون الرئيس فتحي باش آغا هو عراب هذه المرحلة في ليبيا. أرى أن المملكة العربية السعودية ستكون أمام حدث عالمي وتاريخي، وذلك من خلال الدعوة إلى تكريم ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان
في دولة عظمى وبمشاركة وحضور شخصيات عالمية بارزة ومن عدة دول عربية وأجنبية. وسوف يحصد ولي العهد السعودي من خلال هذا التكريم كل الدعم والمساندة على كل الإنجازات الكبيرة التي تحققت على يد ولي العهد السعودي سواء في الداخل السعودي أو الخارج العربي والدولي. وسنرى سمو ولي العهد محمد بن سلمان يتلقى التهنئة والمباركة بسبب تحقيق إنجاز غير مسبوق على الصعيد الخارجي، وهذا الإنجاز الكبير سوف يلقي كل الترحيب من العالم العربي عامة ومن المجتمع الدولي خاصة. وهنا أقول وبكل ثقة أنني أرى أن هذا الإنجاز الكبير سوف يشكل معجزة سياسية وعربية بكل معنى الكلمة، ويستحق عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كل الشكر والتكريم والتقدير على هذه الإنجازات. أرى العراق يتجه نحو الدخول إلى مرحلة قد لا تشبه أبدا المراحل السابقة رجاء للأسف، وخاصة على الصعيدين السياسي والسيادي. والمرحلة القادمة سوف تحمل العناوين الكبيرة للتغيير الشامل، فمن اعتزال السيد مقتدى الصدر العمل السياسي إلى أحداث المنطقة الخضراء واشتباكات البصرة والاحتجاجات الشعبية. أرى أن العراق قد دخل اليوم مرحلة تقرير المصير، ومن هنا أرى أن المواجهات والاشتباكات سوف تتجدد للأسف في الشارع العراقي وفي أكثر من منطقة عراقية بين أنصار الصدر والأطراف الأخرى، وستكون هذه المرحلة هي الأخطر على العراق منذ رحيل الرئيس الراحل صدام حسين. وأرى أن الخطر الأكبر والحقيقي لعملية تقرير المصير في العراق سيكون على أكثر من شخصية عراقية بارزة، ولن يكون السيد مقتدى الصدر هو الوحيد أمام هذه الأخطار لا سمح الله، والله يحمي العراق وقيادته وشعبه. وسنسمع من السيد مقتدى الصدر من جديد إعلان تاريخي أو مصيري يحدد التطورات القادمة على العراق، كما سنشهد هروب بعض الشخصيات العراقية إلى خارج العراق، وسنرى ابتعاد بعض المسؤولين عن الواجهة السياسية في العراق. والساحة العراقية ستأتي بأسماء جديدة مع بداية سقوط الأسماء القديمة، وسنسمع عن قرار أمريكي مفاجئ باتجاه العراق وسوريا ترافقه عملية جوية ضد الطائرات المسيرة وتقوم بضرب بعض المواقع في العراق. وفي العراق أيضا أرى حصول عاصفة جوية مع هطول أمطار غزيرة وغير مسبوقة تضرب بعض المناطق العراقية وتهدد بحصول وفيضانات وسيول جارفة والشوارع تغرق بالمياه. والأنظار والإعلام على مدينة النجف في العراق لحدث مؤسف، وأرى السيد مقتدى الصدر في الواجهة من جديد وتعاطف كبير من شعب العراق للسيد مقتدى الصدر. يعني ممكن نرجع نشوفه لبعدين شيء بالسياسي. متابعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من توقعات ليلى عبد اللطيف النارية لثلاث دول. النهاردة اتكلمت عن توقعاتها لليبيا والمملكة العربية السعودية وتوقعاتها الخطيرة أيضا للعراق. بشكركم جدا على حسن المتابعة، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة، وحنستنى تعليقاتكم وأراءكم. استنونا بكرة إن شاء الله في حلقة توقعات جديدة، ودمتم في حفظ الله ورعاية.